للمزيد تنضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر الدكتورة هالة سعيد. دكتورة هالة، أهلا وسهلا بك. دعينا نتحدث أولا عن السيناريوهات التي وضعتها مصر الآن لحجم تأثير فيروس كورونا على أنشطة الاقتصاد وعلى معدلات النمو. مساء الخير جميعا. الحكومة المصرية طبعا وضعت مجموعة من السيناريوهات في ضوء تداعيات أزمة كورونا وفي ضوء عدم يعني وضوح الرؤية بالنسبة لكل اقتصاديات العالم. حتى يعني الأزمة هي أزمة غير مسبوقة، وبالتالي تداعياتها أيضا تداعيات غير مسبوقة. فإحنا بناء على هذا إحنا طبعا الاقتصاد المصري كان في النصف الأول من العام كان مستقر الحمد لله، معدلات نمو لغاية 5.6%، كانت كل القطاعات بتحقق زيادة في معدلات النمو طبعا اعتبارا من أخذ الإجراءات الاحترازية من أوائل مارس. حصل بعض التداعيات، فاحنا حطينا مجموعة من السيناريوهات تتوقف على عمق الأزمة وعلى طولها. أحد السيناريوهات في يعني في حالة انتهاء الأزمة في يونيو 2020، السيناريو الثاني إذا الأزمة انتهت على الربع الأول من 2020 يعني سبتمبر 2020، والثاني إذا استمرت حتى نهاية العام ديسمبر 2020. كيف ستتأثر؟ وبناء على هذا نعم تفضلي. تفضلي. لا بس وبناء على هذا طبعا احنا عندنا توقعات اللي احنا يعني في بعض القطاعات طبعا تأثرت تأثر كلي زي قطاع السياحة، قطاع النقل الجوي، وفي بعض القطاعات تأثرت تأثر جزئي زي بعض أنواع الصناعات زي صناعات الغزل والنسيج، دي لها تأثر جزئي. ولكن يعني أنشطة الاقتصاد القومي الباقية في منها طبعا شغال زي قطاع التشييد والبناء، زي قطاع التجارة والتجزئة، في طبعا يعني تباطؤ نسبي على مستوى قطاعات الدولة كلها. احنا طبعا الربع الثالث عندنا توقعات ان هذا الربع يحقق في حدود 4.5%، لانه في توقف قطاع السياحه والنقل الجوي طبعا له تاثير. بالنسبه للربع كيف راح تتاثر ايضا الخطه الاستثماريه في العام المالي الحالي، خاصه وان جزء كبير من هذه الخطه يقوم بتنفيذها القطاع الخاص؟ طبعا احنا يعني القطاع الخاص، وكان لنا مجموعه من اللقاءات معاه، في قطاعات يعني شغاله ما زالت تعمل بشكل معقول جدا. عندنا قطاعات الصناعات الغذائيه، قطاعات الصناعات الصحيه والدوائيه، قطاع الزراعه الحقيقه له مرونه عاليه، قطاع الاتصالات يعني جزء كبير من حصه القطاع الخاص من الاستثمارات يعني مش متاثره بشكل كبير طبعا، ولكن في قدر من التباطؤ، فده طبعا بيؤثر في الاخر على معدلات النمو الكلي على المستوى السنوي. بالنسبه للعام القادم احنا عاملين طبعا حزمه تحفيزيه اضافيه بالذات لقطاع زي قطاع الصحه، بالذات لقطاع زي قطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات، قطاع التعليم العالي والمستشفيات الجامعيه، كل ده له حزمه اضافيه. واحنا طبعا عندنا توقع ان الاستثمارات العامه هتبقى نصيبها اكبر العام القادم عن ما هو كان متوقع في يعني حجم النمو وفي حجم الناتج ايضا. نعم، لماذا كان هناك توقع للربع الرابع بنسبة النمو فقط 1%؟ احنا حاطين الحقيقه يعني سيناريو متوسط وسيناريو متفائل وسيناريو الاكثر يعني الورست كيس سيناريو او السيناريو الاكثر تشاؤما. السيناريو الاكثر تشاؤما ان احنا هنصل الى 1% في حال انه يعني الازمه استمرت بشكل اكثر عمقا واثرت على حركه اكبر من حركات الاقتصاد القومي، فده حاطينه كويست كيس سيناريو ان احنا ممكن نصل الى 1% بالاضافه الى تداعيات قطاع السياحه وارتباطه بحجم كبير من الانشطه. يعني هو مش بس قطاع السياحه، قطاع السياحه بيرتبط بيشغل مجموعه كبيره من الصناعات حواليه، فده قد يعني يؤثر لو الأزمة استمرت بشكل أكثر عمقا، ولكن ده احنا حاطينه ك يعني أسوأ سيناريو بالنسبة لنا. دكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، شكرا جزيلا لك على المداخلة. شكرا شكرا جزيلا.